فلتعطك الحياة لذة القدسية. نقدس عابد فارسنا الجديد الذي سيزيد كفاحنا الذي سنبدأه في الربيع. عاش الفارس المقدام! عاش الفارس المقدام! عاش الفارس المقدام! شو بعدن جوا؟ بعدن جوا. طيب ليش واقفين؟ ما عندك خطة أنت؟ لا ما في. أنا عندي. شو هي خطتك؟ بدنا نشكشك. داخمونا السيارات بالجهة الورانية. يلا نمشي. يلا عابد امشي. الأفندي الكبير. Thank you.
قربشين عجبك هالشعور؟ انبسطت بشوفتك. يعني بس هيك؟ شو بدك يا دين يقول كمان؟ كنت طول اليوم وأنا منتظر هاي اللحظة، صار عندي فضول شو اللي بدك تقوله. من شوي قلت لك شعوري وأكيد سمعت شو هو. أخذت يلي بدك إياه. أنت هلأ كيف عم تحس؟ حاسس حمل تقيل ونزل عن كتافي. ليش يا عبد الحي؟ أنت حابب تعرف شو اللي عم حس فيه. فهمت عليك. إيه، وهلأ شو رح تعمل؟ رح واصل طريق اللي بلشته، هيك صار أريح. ما عاد في ماضي يلحقني بكل خطوة. وهلأ مين بدك تصير؟ زلكوف يوكسيل عبد الحي؟ الميت. أهلا بالميت الجديد بعالم الأموات. من هلأ ورايح يا عبد الحي رح تفهم منيح شو هو يلي عم حس فيه. يلا روح وتفرج على أوجاع أصحابك لنشوف قلبك قديش رح يتحمل. أنا ما رح أعمل مثلك، رح خبر رفقاتي اللي بيعتمد عليهم وبيقدروا يخبوا سري. رح بين عليهم واحد واحد. طالما انه بدك تعيش حياة جديدة روح وعيش حياتك. روح اختفي عن الوجود. اذا بدك تختفي اختفي، حس بعدم وجودك وانت عايش. بس لا تعمل يلي قلته، لا تبين لحدا. وليش بقى؟
منشان يضل عابد عايش لازم الكل يفكروا انك ميت. لسه بعد كل هاد عم بتقلي عابد؟ يعني لو كنت لساتك ميت ما كنت قلتلك. بس انا فهمان اللي عم يحاول يعمله. موتك المزيف هاد رح يرفع من شأنه عند حراس المعبد. كنت قايلك انه تشتتنا. لو قبلت بالمهمة كان اختلف كل شي معنا. لازم تقبل بكل شي. اذا عابد بيقدر يعمل هالشي معناها ما فيك تعمل شي والوضع خرج من سيطرتك. عابد عم بيعيش اللي عشته انا. الله اعلم قديش عم ينقهر. بس ما في قوة رح تخليه بعيد عن هدفه يا عبد الحي. حتى لو عرف انك عايش كمان؟ على فكرة انا رحت لهنيك مشان قله انك عايش. وانا مشان هيك رحت لهنيك. كنا رح نحكي عن الايام الخوالي. ويكون بعلمك وقتها كلياتنا كنا رح ننفذ خطتي. انت لساتك مصدق هالشي؟ انت بدك تتخلى عن اعتقادك هاد؟ ما بصير، الميت ما بيقدر وما رح تقدر. لو انت يا عبد الحي صدقت معنا كنا قدرنا. برجع بعد لك كلامي، انا ماني بهالخطة. طيب فيك تخبر رفقاتك الثقة، بس اعدائنا ما يعرفوا. حياة عابد مرتبطة بهالشي. القرار لألك، يا موت يا موتو. بدي اتشكرك. لأنك أنقذت نايا من إيد بويرز. هذا واجبي. رغم كل هاي التدابير الأمنية اللي أخدينا، كيف يا متى قدروا يلاقوا المكان تبعنا؟ ما بعتقد يكون الضعف الأمني من عندي أنا. الجماعة إجوا بعد ما إجت جماعتك من المهمة على المكان. سيدي، طلعوا حاطين جهاز مراقبة فوق سيارتنا. طبعا الجهاز دمرنا. كيف ما بتنتبهوا يا جوني على هالشغلة هاي؟ بعتقد مطرح ما رحنا مشان ناخد اخوتنا هنيك حطوا جهاز المراقبة يا سيدي. معناتها صاروا بيعرفوا طقوس جماعتنا. والفريق الثاني شو وضعه؟ سيدي، الفريق الثاني راحوا ياخدوا باقي الاخوة. اتصل فيهم بسرعة يا جوني. إذا عبد الحي مانو ميت، مين يلي بالأمر؟ الحي
قدروا يلاقوا المكان؟ من هذا الأمر. شو الوضع؟ بسيطة. يلا خليني أخدك على المستشفى. رح روح لعند نايا هلأ، بينشغل بالها. الجرح عادي مانو كبير، نايا بالدهوية. طيب مثل ما بدك. تيمور رح يوصلك. أخي كتير اشتقت للمعارك ويكون ظهري ساند ظهرك. وأنا كمان بشتاق كتير لضمك. معلم انت منيح؟ انا منيح، بس عبد الحي مصاوب. انت من وين عرفت انه انا هون؟ توقعت لحالي معلم. طيب انت هلا وصل عبد الحي لعند نايا، ويلي بالقبر ويلي هون اجمعهم واحرقهم. هلا شو رح نعمل؟ يعني رح نحط ايدنا على خدنا ونصفون؟ يا ريت تهدى شوي، الشغلة ما رح تخلص هيك. الكي جي تي ما عم تراقبهم لهدول؟ اخي الجماعة عرفوا يضيعوا اثرهم، وهلا الاقيهم اذا فيك تلاقيهم. طيب ليش قاعدين هون؟ قوموا، خلونا نستنى بهداك المكان، بلكي بيزوا مرة تانية. شو هالحكي الفاضي هاد؟ معقولة يجوا لهنيك مرة تانية؟ طيب شباب أنا طالع لبرا غير جو. مريني. إيه بأمرك. ما في مشكلة ما هيك؟ طيب مدام أعطيني العنوان وجايكي فورا. Oh!
شو رح أعمل هلأ؟ أنت سعدت كل حياتي يا ربي. ليكي، لازم نمشي من هون بلا ما نضيع وقت. أنا خلص انتهيت، أنا انتهيت. عم قلك ما رح يصير شي، لازم نمشي من هون بسرعة. أنا قتلت زلمة، شو عملت أنا؟ شو عملت أنا؟ خلص سيلين، اسمعيني منيح، ثقي فيني، ما رح يصير أي شي، أنت بس اعملي اللي رح أقلك عليه، رح وصلك على البيت، والسيارة أنا رح أخدها، وأنا رح نظف كل شي، ماشي؟ وما رح يكون في أي مشكلة، وأنت ما صار معك شي، عم تفهمي؟ ماشي. وهلأ لازم نمشي بأسرع وقت، يلا على مهلك. مثل ما قلت لك ماشي، بس انتظري مني اتصال. طيب يلا روحي هلا. انا شو كنت عملت بلاك؟ انا بشكرك كتير. سيلين، أهلا وسهلا بنتي، شو عملتوا؟ ولا شي بابا، ما عملنا شي، كتير تعبانة، رح فوت على غرفتي. وكيف صارت أمها لرفيقتك؟ مين؟ أمها لمروة، ما كانت مريضة؟ ها، منيحة، منيحة بابا. لكن ليش بكياني يا بنتي؟ لا، ماني بكياني ولا شي بنتي، مبين على عيونك بكياني. وينو شيطان بابا؟ طعميته أكلاته؟ طلعي فيني لشوف. شو هالطين اللي عرجليكي؟ يا بنتي شو صاير؟ صار معي شغل كتير بشعة بابا، أنا قتلت حدا. شو؟ شو عملتي؟ ضربت زلمة بسيارتي. تعالي تعالي عدي هون لشوف، تعالي عدي واحكي لي. بنتي انت شو اللي عم تقولي؟ فجأة طلع قدامي، وقت انتبهت له صار اللي صار، حتى ما دعست على الفرام. بابا أنا كتير آسفة. مين اللي دعستي؟ وينو الزلمة هلأ؟ ما بعرف بابا، بعد ما دعستو هربنا. شو هربتو؟ انت كان معك حدا؟ كان في معي بالسيارة رفينا انا ومروة، وكنت رايحة وصله، وهلا هو اخذ السيارة وقال لي انه رح يحل كل شيء. شو اللي عملتيه يا بنتي؟ مين هذا رفيقك؟ شو اسمه؟ صارب. صارب؟ هات اعطيني رقم جواله لهالزلمة. سيلين عامل لك، اعطيني الرقم. انت طلعي على غرفتك. Thank you.
ترقد؟ شو وصلك الخبر البشع؟ اوعك تعمل اي شي بيضربي بنتي. الليلة نام مرتاح. لا تقلق، الشرطة ما رح تدق على بابك. انت وينك؟ خليني اجي. وقتا نحن انتظرناك وما اجيت، وهلأ انت بدك تنتظر. بكرة خلينا نلتقي، وبكرة بخبرك وين. صاحب الجلالة، معصب كتير منكن لأنكن كنتوا ضعاف أمنياً يا ريتشارد، خصوصي بوجود الأفندي الكبير. قدرت تعرف كيف قدروا يلاقوا المكان تبعنا؟ عرفوا أنه أرماجيدون مستحيل يترك جساس عناصره وراه، وعم يستخدموا هذا الشيء ضدنا. سيد ريتشارد، ما بيصير تكون هاي حجة كشف مكان احتفالية القبول مرة تانية. وهلأ كيف رح تقدر تعالج نقطة الضعف هاي؟ فريق أرماجيدون صار جيش الموت من وراء هاي الطقوس، وما لنا نقطة ضعف. شو ما كانت تكون نتائجها، ما فينا نتخلى عنها أبداً. ما بيصير إنك تربط فشلك بطقوس أرماجيدون. طبعاً أنا بعرف إنه هالشي من أهم الدوافع لفريق أرماجيدون ليكون على هذا المستوى العالي، بس ممكن تعمل هالشي بحدود 90 يوم. طالما في عندك وقت، ليش عم تستعجل مشان تسترجعون؟ ماني حابب يضلوا بهاي الأرض القذرة ولا يوم واحد. عصور طويلة ونحن عم ناكل من خيرات هاي الأراضي، بس طقوسنا المقدسة هي سببت لنا خسائر كبيرة بالأيام الأخيرة، وانت المسؤول عن هذا الشيء. الشيء اللي لازم تلاقيه، كيف قدر عدونا يعرف هذا الشيء؟ انتو هلأ عم تحققوا معي؟ لا يا كين، بس كمان ما بعتقد صاحب الجلالة رح يضل ساكت أكتر من هيك وما يتصرف مقابل اللي عم يصير. بكرة وبعد نص الليل بالتمام وصلون للعنوان يلي رح أعطيك إياه. أوعك تخربط. لا تقلق يا عابد. بهنيك يا عابد. وأخيراً صرت بيناتنا. الأستاذ حابب يشوفك شوي.
ما بنعرف من وين اجوا، لقيناهم بجنينه في بقلبهم هارد ديسك. وصلهم لارتور. ايه ماشي. من هون. تعال عابد، تفضل. شو متلبك يا عابد؟ كل البدايات فيها لبكة يا سيدي. هاي كان لازم تاخدها من ايد الافندي الكبير، لكن بسبب اللي صار اضطر يسافر على اسرائيل من بكير. شو هي؟ هي الاهرام حتكون هويتك. مفتاح ل33 باب قدامك، من هون رح تفتحهم. أنا مرتبط بحضرتك. بالضبط، وأنا مرتبط بالأفندي الكبير، والأفندي الكبير تابع لصاحب الجلالة. لهلأ هذا اللي لازم بس تعرفه. طيب هي كيف رح استخدمها؟ حالياً بس خبيها، بس يجي الوقت تبعها رح تتعلم كيف تستخدمها. وهلأ من بعد إذنك أستاذ، تعبان شوي وحابب روح أرتاح. ماشي يا عابد، فيك تمشي. أنا عابد كايا، دخلت بيناتكن مشان انتقم منكن انتو يا حراس المعبد يلي مسؤولين عن موت مراد علمدار، ووعدت حالي اني كمل لآخر لحظة. لهالشي عملت كتير شغلات ما كنت حابب اعملها، بس ما تراجعت عن طريقي. ما تراجعت لانه مراد علمدار كان ماشي لنهايته وما تراجع ابدا. شو هالمفاجأة الحلوة؟ كتير انبسطت بشهادتك باحتفال القبول يا مارغريت. Thank you.
اسمع منيح شو عم يحكي الناي يا ابني، وعم يشكي من الفراق ومن وجعه. هات يا ابني خليني اسمع شو قصتك وشو شكواك. بابا انا كنت قايل لك من قبل انه ما حدا بيفهمني غيرك. انا عملت شغلي، بس هي الشغلة يمكن صعب انه تفهمها. شو هي؟ اخذت اصعب قرار بحياتي. خير ان شاء الله، مين يا ترى؟ نعم يا ابني. لا تواخذني عمي، ازعجتكم بهالوقت. قالوا لي مشان سلمكم هاي العلبه. مين قال لك يا ابني؟ عابد. تيمور، العلبة يلي اجت لبابا عمر آمنة؟ شافوها سيدي، آمنة. ماشي.